السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حقيقة نحن في هورن أوف أفريكا فخورين جدا ببيت السودان وبشباب بيت السودان. فخورين بأنه هذه الفعالية هذه المرة نحتفل بها هنا يعني وسط إخواننا وأبنائنا. ونحن اليوم بدأنا هذه الاحتفالية زي ما قالوا كده بافتتاحية في الأمم المتحدة بكلمات بسيطة برضو من الثلاثي اللي موجودين قدامكم هنا، بالإضافة إلى أخونا أو السيد صديقنا بيتر حيدر اللي هو رئيس يونيفرسال بيس فيدريشن المنظمة العالمية للسلام. وطبعا لولا انه مجرى الحديث حيكون باللغه العربيه لكان الليله هو معانا هنا في هذه الاحتفاليه. في الروتوندا ان احنا هناك احتفلنا قبل 7 سنة بمرور 25 سنه على تاسيس وكاله القرن الافريقي، وكان الافتتاح بواسطه مدير الاعلام في الامم المتحده مارتن نسيركي. وصاحب الافتتاح يعني في الكلور سوداني موسيقى من اخواننا بتاع بوركينا فاسو. ده كان قبل 7 سنوات. قبلها في الفعاليه رقم 20 او بمرور 20 سنه على تاسيس وكاله الغنى الافريقي احتفلنا في مركز السلام، وكما ذكرت اخونا او ابننا عمر جانا من جراس مخصوص وحضر الاحتفال في الحي السابع. أنا أكتفي بهذه المقدمة وأعطي الميكروفون لابننا عثمان قشاطة نيابة عن بيت السودان وشباب بيت السودان يلقي كلمة كلمتين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. بنشكر الضيوف على الحضور في بيتنا ودارنا المتواضعة، وبنشكر كمان برضو وكالة هورن انه يعني احتفلوا بال 32 سنة عندنا هنا في دارنا المتواضعة، ودي تجربة بالنسبة لنا جميلة جدا بتساعدنا ذاته في النشاطات اللي حنحاول نقوم بها في بيت السودان ان شاء الله. وبنقول مبروك، وبتمنى انه الضيوف يعني يلقوا راحتهم في دارنا المتواضعة إن شاء الله. السلام عليكم. أخونا هاشم مندي هو طبعا ما حيتكلم عن نفسه، ولكن هو في الإعلام هنا في فيينا، يعني نحن نعتبره كأستاذ لينا يعني، وشرفنا هنا في البيت. افتكر في بعد رمضان كان في فعالية اتحفوني بها الأخوان أو فاجئوني بها، وكان المفاجأة أنه أجد هاشم مندي في بيت السودان. فالأخ هاشم مندي يتكلم وبعدها هو يقدم أخونا عبد القادر حمدان. مرحبا بكم. أنا سعيد جدا أكون للمرة الثانية بالبيت السوداني، وأيضا في مناسبة متعلقة بهورن أوف أفريكا. هذه الوكالة الحقيقة الاحتفال بها بعد 32 سنة في البيت السوداني إلى أكثر من مغزى في اعتقادي، وأهم مغزى هو تواصل هذه المشاريع والأفكار، لأنه في حينها من الأخ عبد القادر حمدان والأخ عبد الله إجوني من ألمانيا بفكرة الوكالة. تحمست لها كثير وحاولت قدر الإمكان والجهد أنه نسجل هذه الوكالة في الأمم المتحدة ولدى السلطات النمساوية. الفكرة أنه الجيل الجديد من الشباب السودانيين والأفريقيين أنه يكونون أصحاب مبادرات في كل المجالات، ليس فقط في الإعلام، في أي مجال ممكن يتبادر. وأنا متأكد المجتمع هنا يتحمس لأي فكرة جيدة وطيبة، وراح تلاقون الدعم الكامل من المجتمع النمساوي. هذا اللي حصل مع
هذه التجربة اللي أمامكم وكالة أنباء القرن الأفريقي هي بدت فكرة بسيطة. كنا جالسين في مقهى شفاتسنبيرغ في أمسية، كانوا ما زالوا جايين بالشنط، وجلستنا كانت هناك وحدثوني عن الفكرة. وثاني يوم رحنا إحنا لتسجيل هذه الوكالة عند السلطات النمساوية والأمم المتحدة. فأتمنى أنه يعني يكونون قدوة لكم للتقديم أكثر من مشروع وفكرة لتحسين ظروفكم، وأيضا لخدمة بلدانكم وشعوبكم في المنطقة. الفكرة كانت جدا مناسبة لأنه أتت في فترة كانت الأمم المتحدة حملة شعار إنهاء الاستعمار، وفعلا كانت يعني حالات الاستعمار تقريبا بدأت تنتهي، لكن كانت ما زالت هناك بلدان مستعمرة. فالوكالة في أي نظام سياسي تعني الصوت، عندما تكون عندك وكالة فلك صوت، وفي الحقيقة أغلب هاي الشعوب ما كان لها صوت. ففكرة الأخ عبد القادر والأخ عبد الله كانت إعطاء صوت لمن لا صوت له من الشعوب والأمم والبلدان اللي قدموا منها واللي عبروا خلالها في أفريقيا أو في آسيا ووصلوا إلى أوروبا، فرادوا يوصلون. طبعا الأخ عبد القادر راح يتحدث لكم أيضا عن من أين أتى هو بالفكرة مع فيلي براندت المستشار الألماني الاتحادي الأسبق. هي كلها أفكار، فلا تترددوا عن التفكير ونقل الفكرة، لا تحبسون الأفكار في أذهانكم وقلوبكم، اطلقوا الأفكار، تحدثوا عنها واتصلوا ببعض وحاولوا تنفذون مشاريع من هذا النوع اللي يخدم شعوب وأمم. هذه الوكالة هي خبرية لكن قامت بمهام أكثر من الخبر، أصبحت وكالة إغاثية، قامت بمشاريع إغاثية في ظروف إنسانية صعبة مرت على شعوب غير أفريقية، حتى ليس فقط في أفريقيا، في آسيا، في أوروبا. أزمة البوسنة والهرسك، الأخ عبد القادر والأخ عبد الله يعني قاموا بجهد ممكن هم يتحدثون عنه بأكثر تفصيل، لأنه أنا كنت فقط مرافق لهم، أما الأفكار والتنفيذ كانت عندهم. أزمة الحرب الخليج الثانية والمأساة اللي حصلت للعراقيين، الهجرة الجماعية إلى إيران إلى تركيا، الأخ عبد القادر والأخ عبد الله كانوا ينقلون مساعدات إنسانية إلى الشعوب، قصدي القوميات العراقية اللي كانت في حالة فرار وهجرة ولجوء. فالوكالة هذه قامت بأكثر من جهد، وحتى في مجال الاستثمار في منطقة القرن الأفريقي وغير منطقة القرن الأفريقي، قاموا زميلين عبد القادر وعبد الله بجهد كبير للتعريف بفرص الاستثمار في هذه البلدان والمنطقة. فهي فكرة بسيطة لكن تحولت إلى مؤسسة، وما زالت هي مؤسسة في طور النمو وبإمكانيات تقريبا معدومة، لكن كلها تطوعية. العمل التطوعي اللي تتميز بها الشعوب المتقدمة بالعالم مثل أوروبا، تعرفين العمل التطوعي في أوروبا وأمريكا يعني ظاهرة، يعني مو كل شيء يكون مقابل مال، كثير من الأعمال هي بدون مقابل مال، لأنه تربي أيضا الشعور بالمواطنة والإنسانية. وحتى في أحكام أعتقد قضائية ممكن تنفذ بها خدمة طوعية، ممكن بدل ما تدخل يعني تنفيذ الحكم بالسجن يقول لك اخدم الناس وانت حر.
فقصدي أنه التطوع عمل إنساني وفي نفس الوقت تربوي ممكن واحد يقوم به. هذا اللي موجود حاليا في مشروع القرن وكالة الأنباء القرن الأفريقي، لأنه العاملين كلهم متطوعين لخدمة أفكارهم قضاياهم شعوبهم ومناطقهم. فاليوم كنا في الأمم المتحدة، وبمناسبة الذكرى يعني قلت أنه مفروض 32 سنة كافية لأن تبادر الجهات المعنية بدعم ومساعدة مثل هذه المشاريع، لأنه اعتياديا بعد سنة سنتين ثلاث خمسة ممكن الجهات تجي وتمول أي مشروع، في حين مروا 32 سنة على هذه الوكالة. المفروض الاتحاد الأوروبي، لأنه الوكالة تحولت مو فقط الاهتمام بمنطقة القرن الأفريقي إنما بكل القارة الأفريقية، وأيضا جمعت حاليا المثلث الأفريقي الأوروبي والشرق أوسطي اللي هو العربي، فمهمة كبيرة ومعقدة لكن ممكنة. فلا بد من أنه الاتحاد الأوروبي والبلدان العربية وأيضا الأمم المتحدة يعني يبادرون إلى هذا الدعم، خصوصا لأنه العالم كله حاليا بسبب مأساة أوكرانيا والحرب فيها بدأت تظهر مشاكل اقتصادية مثل المجاعة مثل النقص في الحبوب. هذه كلها تعني أنه لابد من تغيير التوجه نحو مناطق مهملة. القارة الأفريقية قارة مهملة لكن هي قارة ممكن تحل كثير من مشاكل العالم الاقتصادية. فالفكرة من وكالة الأنباء القرن الأفريقي أنه حاليا دخلت مرحلة جديدة للتعريف بأفريقيا وتشجيع أوروبا والمجتمع الدولي للاستثمار في أفريقيا في مجالات الزراعة وغيرها، وظهر أنه فيه حاليا توجه سواء الصين أو الولايات المتحدة، لكن ما زالت هي محدودة وممكن تأخذ وقت أكثر، لكن قد يجوز يعني ممكن مصيبة تؤدي إلى حل. فمصيبة أوكرانيا ممكن تؤدي إلى حل لمشكلة مشاكل أفريقيا وانفتاح المجتمع الدولي عليها وتحسين الأوضاع فيه. أنا ما راح أطول كثير، الأخ عبد القادر حمدان بالتأكيد عنده حديث أكثر أعمق لأنه هو صاحب الفكرة، هو حاليا يبحث عن مشاركة الجيل الجديد في هذه الوكالة وأيضا في تطوير الأفكار الباقية اللي عندكم إن شاء الله في المجالات الباقية، والميكروفون معها. شكرا زميل هاشم. في البدء أشكر الأخوة أعضاء مجلس إدارة بيت السودان، والحقيقة هذا مش بيت السودان، هذا بيت القرن الأفريقي، هذا بيتنا برضو نحن، لأنه النقطة الأساسية المهاجرين بصفة عامة سواء كانوا في أوروبا أو في أمريكا أمامهم خيارين. الخيار الأول يا أما يجد منحة دراسية يهاجر كطالب أو كلاجئ، فأنا هاجرت كلاجئ. يعني دول إخواننا دول اللي أجوا في الوقت متأخر عشان يعرفوا أنه ليس معيب أن تكون لاجئ، اللاجئ يستطيع أن يخلق المعجزات إذا عنده طبعا رؤية وإذا عنده هدف. فبداية يعني تأسيس هذه الوكالة اليوم، طبعا الأخوة الأخ عبد الله شريف والأخ ناصر، الفضل بعد الله يعود لأخوة أسسوا هذه الوكالة وهم في عالم انتقلوا إلى رحمة الله، السفير الصومالي الأسبق الدكتور عبد الرحمن أدن رحمة الله عليه، الإعلام البارز المعروف وهو العمود الفقري والمؤسس الحقيقي لهذه الوكالة هو حسن عبد الوهاب، كان زار بيت السودان. فالفضل بعد الله يعود لهؤلاء الناس، والصدف خير يعني من ألف موعد كما يقول أهلنا في المثل السوداني.
ذات مرة أنا طبعا لما أقول كنت لاجئ وكنت أحمل أيضا جواز صومالي، لأنه نحن في إريتريا يعني هجرنا، ومعظم الناس يعني في عام 67 هاجروا ولجؤوا إلى أهلهم، والبلد الوحيد اللي ما يقول لاجئين هو السودان، يقول إخواننا الإريتريين. لذلك يجب أن نتعلم من التاريخ. وأنا عندما أتيت إلى بيت السودان أعتبر نفسي السوداني، هذا بيتي وليس لاجئ. فلذلك ما أريد أن أقوله، كان هناك صدفة باعتبار كنت حامل للجواز السوداني والسفير الصومالي لم أكن أعرفه، وكان طالب في مصر وثم هاجر أيضا إلى ألمانيا الشرقية سابقا ودرس علوم سياسية. فعندما أتيت بجواز صومالي عشان أجدد استقبلني وكأن الصومالي، هو عارف أنا ما صومالي، لا أجيد اللغة، لكن التعاون بين الشعوب، لأنه فكرة القرن الأفريقي تنبع منك. ما قال هذا أجنبي يستقبلك في مكتبه ويعطيني مثلا يعني، وقال أنت ما تدفع رسوم لأنه أنت ضيوف عندنا، وهذا الجواز تستحقه، ليس منا من الشعب السوداني، هذا إنما عن قناعة لعدالة قضية الشعب الإريتري منحتكم دولتي هذا الجواز. إذن ليس هذا فحسب، أنا طبعا يعني لاجي وبجواز صومالي ما عندي الصفة عشان أتحدث باسم نضال الشعب الإريتري، لأنه كنت مناضل ومن ستينيات شاركت في الثورة الإريترية وكنت أحد قادة جبهة التحرير الإريترية، لكن لظروف معينة هذا ليس وقته لذكرها، حروب أهلية ومشاكل واجهتنا، بسبب المرض هاجرت إلى ألمانيا بجواز صومالي. وقتها الجواز الصومالي والجواز الإريتري كان يدخل أوروبا بدون فيزا. لنعرف كيف تغيرت هذه الأمور، فاستقبلني قال يا أخي أنا عندما كنت طالب أو كنت أين أهل اللغة العربية، عندما كنت طالب في 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 مصر، قال أنا تابعت قضية أهلنا في إريتريا وشعب مظلوم، ودولة الصومال أول دولة وقفت مع قضية الشعب الإريتري، وأول مكتب سياسي فتحناه فتح في مقديشو، وكل الزعماء الإريتريين بما فيهم المرحوم عثمان صالح سبي وحتى الرئيس الحالي كانوا يحملون جوازات دبلوماسية صومالية. إذن قال لي أنا أعتبر هذه القضية قضيتي عبد الرحمن آدم، وقال لي أنت إذا الآن تجتهد وقاعد تدرس الإعلام أو عندك فكرة عن الإعلام، لكن بما أنك كنت يعني كنت في الثورة الإريترية لابد أن تكون لك خلفية، فتتعاون معنا حتى الألمان أو الأوروبيين نخبرهم عن معاناة الشعب الإريتري وعموما عن معاناة الشعب الصومالي وصعوبة القرن الأفريقي. فاصطحبني إلى مؤتمر، كان مؤتمر سنوي يعقد في بون، عاصمة ألمانيا وقتها كانت في بون، الأحزاب الاشتراكية الأوروبية بتعقد مرة في باريس مرة في بون مرة في إيطاليا. فاصطحبني معه إلى هذا المؤتمر، والأخ حسن عبد الوهاب بسبب العملية فشل الكلوي بغى في للعلاج في ألمانيا، و يعني كان مستشار سياسي حتى مثلا يسهل أمر إقامته في البلد، فبقى هناك. فنحن الثلاثة جلسنا ضمن يعني مع الدبلوماسيين المدعوين إلى هذا المؤتمر أكثر من 40 سفير أفريقي. فويلي براند المستشار الأسبق قال كلمة مفصلية هي اللي حركت فينا مشاعر، لازم أن نحن كأفارقة يجب أن نقوم بواجب. الرجل قال كان الحديث كيف تنمى أفريقيا، الأوروبيين كعادتهم يتحدثوا بغياب الأفارقة، يعني هم اللي يتحدثوا كيف تنمي نفسك، كيف تتطور، كيف تكون يعني أفريقيا يعني يتحسن أوضاعها، كيف يكون التعليم فيها، يعني يعملوا لك طبعا خريطة يعني كيف ينمو أفريقيا. فويلي براند لأول مرة بالقدم ضرب الطاولة باللغة الألمانية، قال لهم ستوب، كفى ونحن نتحدث باسم الأفارقة أكثر من 100 سنة، الآن قال حان الوقت لأن الأفارقة موجودين معنا، علينا أن نتحدث مع الأفارقة وليس باسم الأفارقة، فتح المجال. فلذلك نحن استغربنا، نحن ما جينا يعني نمثل أفريقيا، قلت لك ذاك سفير صومالي الصومال حسن عبد الوهاب يمثل الحكومة السودانية وأنا رجل لاجئ مرافق،
ما عنده أي صفة حتى أتحدث. فبعد ما طلعنا، وهذا الآن لما أقول الفضل بعد الله يعود لأخونا حسن عبد الوهاب، قال يا أخواننا حسدي استمعنا إلى المؤتمر، وكلمة ويلي براند كانت موجهة لنا نحن الأفارقة، ماذا نستطيع أن نفعل؟ فقال هل نحن الأفارقة الآن متحدين حتى مثلا نتحدث باسم القارة الأفريقية؟ هل نحن السودانيين مثلا متحدين حتى يعني نعمل عمل مشترك؟ فأقترح قال نعمل وكالة أنباء الأفريقية. فعبد الرحمن قال له يا أخي حسن، نحن أفريقيا دي مجزأة على أفريقيا الفرنكفونية، أفريقيا الإيطالية، أفريقيا يعني ما في أفريقيا موحدة، أفريقيا كلها يعني وطلعت من الاستعمار ولازم في خدمة الاستعمار. فلذلك قال له خلينا نكتفي بالقسم البسيط اللي نحن ننتمي إليه اللي هو القرن الأفريقي. الفكرة جت من هنا، منطقة القرن الأفريقي، نحن أبناء القرن الأفريقي بحاجة. والآن عندنا قضية رئيسية كما أشار الزميل حسن، إريتريا قال دولة مستعمرة، أخونا عبد القادر يحمل جواز السودان لكن هو قلبا وغالبا ورجل منادل هو إريتري، فعلينا أن نساعد إريتريا، نعمل لهم غطاء معنوي، نحن كدبلوماسيين نصطحبه معنا أينما ذهبنا. فلذلك أنا لما دخلت طبعا لأول مرة واللغة الألمانية وقتها كانت عملت كورسات سريعة لم أجيدها بطلاقة، فقلت له يا حسن ده أكبر من حجمي، أنا رجل مقاتل لو وديت من الكلاشينكوف الله أقرد ليك الناس دول كلهم مع بعض. لكن قلت له أنا يعني في السياسة في الإعلام إحنا ناس يعني قدر لا. قال لنا يا عبد القادر تتعلم، كلمة تتعلم دي يجب كلكم المهاجرين الجدد تفهموها كويس، ما في إنسان ما يتعلم. بعد كده انتقلنا بعد ما حسن قال أعطوني فرصة 48 ساعة لأعد بعد يعني شكل دستور أو موجهات يعني لهذه الوكالة. فحسن طبعا حسن يعني رجل إعلامي رحمة الله عليه، ورجل كان قامة إعلامية ورجل له تاريخ في الإبداع الإعلامي، فكتب موجهات يعني في شكل ورقة تحمل يعني بنود عديدة جدا. فالمفاجأة طبعا يعني كيف تكون، كيف تؤسس هذه الوكالة، وما هو المطلوب من المساهمين في هذه الوكالة، وكيف نوحد المهاجرين دول القرن الأفريقي، إثيوبيا، الصومال، إريتريا، يعني وقتها جنوب السودان لسه ما كانت منفصلة، يعني احنا كان مركزين في 4 دول: السودان، الصومال، إريتريا، وإثيوبيا. هذه الأربعة الإشكالية الكبرى، نحن في حالة قتال مع إثيوبيا، وأنا طبعا حتى إذا أنا حأكون عقبة لو أكون مدير لهذه الوكالة، الإثيوبيين ما حيشاركوا معنا. قال لي حسن نحن نحل المشكلة، الإثيوبيين ليس كل الإثيوبيين معادين، في إثيوبيين برضو يطلبوا السلام ويطلبوا التحرر من العبودية ومن الاستعمار، سواء كانت كل الحكومات المتعاقبة في إثيوبيا كانت طبعا من هيلي سلاسي إلى منغستو، يعني حكومات أثنية، يعني كانت بقوة الحديد والنار كانت تحكم هذه الشعوب. فلذلك قبرنا بهذا التوجه. قال لنا حسن أنا دبلوماسي، والأخ سعادة السفير هو أيضا دبلوماسي، ونحن لا يسمح لنا، اتفاقية فيينا للدبلوماسيين محدودة، أنت تتحدث وتدافع عن بلد اللي يعني عينتك دبلوماسي. إذن الآن نحن نقدم هذه الوكالة هدية لنضال الشعب الإريتري، وأنت تكون مدير الوكالة، وأنا لسه يعني وضعي ما محدد، جواز الصومالي ما بعرف الصومالي يعني حيمشي وين. فقبلت بشرط واحد، قلت له نحن الآن الهم الأكبر بالنسبة لي أنا كمواطن إريتري هو يعني تفسير الرأي العام حول معاناة الشعب الإريتري والتشرد اللي حصل فينا والقتيل والحاجات كله باللهجة السودانية بيقولوا القتيل مشكلة، يعني نحن حسدي لازم نوضح قضيتنا. قال لي ما في مشكلة، لكن قال لا ننسى بأن الآخرين نعطيهم مساحة في هذا. فتأسست الوكالة وأنا أصبحت بقدرة غادر مدير وكالة أنباء القرن الأفريقي. الآن طبعا الناس أوروبا دي كلها يعني مظاهر، تأسس الوكالة وتكتب دستور وتمشي عند البوليس تقول لي أنا وكالة، يقول لك مرحبا بك، عشان نعرف يعني برضو في يعني القانون يلزم الجهات المعنية لما تقول أنا خلاص أسست وكالة وهذا البروتوكول بتاعه، بيقرأ البروتوكول إذا هو معادل لسياسة البلد اللي أنت مقيم فيها ما بيسمح لي.
فالآن الحاضر الغائب أخونا ناصر المطير مدير وكالة أنباء الكويتية، كان في وقتها في بون، يعني وقتها كانت العاصمة الألمانية بون. أتيت بهذا الوريغة اللي عدها المرحوم حسن عبد الوهاب إلى أخونا ناصر، لأنه هو رجل مدير وإعلامي. قلت له يا أخي، ولنا صداقات يعني بعرفه يعني قبلها، قبل التأسيس أنا كنت في بون أيضا، كان عندي مكتب صغير، وكنت أعمل كمراسل لجريدة العرب وبعد الجرائد العربية، كنت بكتب بعض المقالات أو أشارك في بعض الفعاليات وأرفع تقرير وأخذ مرتب. شرحت له، قلت له نحن عندنا مبادرة، وشرحت له ما قاله ويلبران هاج ناصر، طبعا بحكم المعرفة، ورجل يعني خلوق وعاش معنا هنا في بيننا أيضا، اللي عاشوا في بيننا بيعرفوه. قال الآن ما هو المطلوب؟ قلت له كيف تقدر تساعدنا نحن على أساس الوكالة؟ أنا ما عندي خبرة ولا عندي أيضا أي معلومات إنه ما يتعلق بالإعلام، فلذلك قلت له أنا بحاجة إلى مساعدتك. قال أنا الشيء الوحيد اللي أقدر أساعدك به، أنا كمدير الوكالة كان عندنا زميلنا، والآن هو الزميل بسبب إجازة مرضية وما رجع، والطاولة بتاعه فادية في وكالة أنباء الكويتية. الشيء شوف، هاشم ناصر مطير ما عمل خدمة عشان أنا كصديق، إنما هو كان عنده قناعة بأنه هناك في قضية الشعب الإريتري، وقضية وشعب يعني مشرد، وشعب طبعا قاعد يعاني من استعمار، ورجل طبعا تقدم في تفكيره. فقال يا أخي تعال هنا تقعد في هذه الطاولة، وأنا قال أدربك في عمل كيف يعني. نحن كالسودانيين والإريتريين عندنا الولع لما تعمل بيان من 10 صفحات، لكن الإعلام بيلخص 10 صفحات في 4 سطور. قال لي التقنية بتاع الإعلام بتختلف عن كلامك الكثير ده والمحاضرات اللي تعملها. قال لي الإعلام يحتاج إلى دقة وإلى سرعة، وهذول أساتذتنا يعني أخونا هاشم وأخونا عبد الله الشريف في اللقطة، ونحن ذاته مرات بنقول كنت وكنت كده، والناس بيصححوا فينا. أنا ما درست اللغة العربية في المدارس يا أخوان، هو قاعد يتكلم حسب اللهجة السودانية، والحمد لله فاهم، وأكتب مقالات وأعمل مجالات كلها. ما في إنسان ما بيتعلم، ولا أنا درست المدرسة الإيطالية، درست الكمبوني في أسمرة، ودرست كل اللغات الدنيا دي، ودرست اللغة الألمانية، وكنت أعمل كمترجم. لكن العربة دي لو أخطأت في نقطة واحدة ما بيسامحوك. يقول لك أنا في مؤتمر قلت كنت، قال لي كنت. قلت له أخ كنت شنو، أنا لو أتكلم ألماني أنت حتفهمني كيف؟ هو ده الحاجات اللي نحن بالمعنويات دي بتخفضها. فلذلك نحن عبرنا هذه النقطة وتأسست الوكالة. أخونا ناصر بعد 3 أشهر من تأسيس الوكالة جاءه تعيين مدير مكتب كونة في فيينا. قال لي أنا ممكن أوجه زملائي الموجودين هنا بتواصل تعليمك وتقرأ النشرة الأخبارية اليومية اللي تجينا هناك. طبعا دي شريط كان أيام ذاك، أيام التليكس، شريط ده بتقرأه ذاته لحد ما تدخ. فقال لي تتعلم، شوف اختزال الكلام والخبر كيف تسيقه وكل حاجة، بس أنت من قراءتك دي حتتعلم. قلت له يا أخي أنت، أنا دحين عندي أسرة وعندي أولاد ومقيم في مدينة ميونخ. فقلت له يا أخي أنت لو مشيت حس العملية 3 شهور استفدت منك وتعلمت. قلت له حس يعني أنا بواصل مع الناس دول ما بعرف يعني ما أقدر. أخونا أحمد عفاني هو سوري، فرجل أخ وصديق برضه هو ساعم، لكن قلت له يا أخي أنت حس دي الطريقة بتاعك دي أنا إذا قاطعتها ما حتعلم. قال لي طيب تقدر تجي فينا عشان نواصل، قال الدورة التدريبية. قلت له فهمت مع أسرتي؟ قلت له أنا دال أنا رجعت إلى طالب بعد الندال، وعدوا قيادة العامة، وعدوا كل الكلام هذا تنساه في بلدك هنا، لأن حياة جديدة. تحولت إلى طالب عشان أدرس الإعلام، وأساتذتي يعني الشهادة لله كان أخونا ناصر مطير وأخونا الزميل اليوم هذا، وجوده بالنسبة لنا تاريخي. يعني اصطحبوني في اليوم الأول، أول ما جيت في فيينا وأنا شنطتي دي، أجروا لي بيت، واصطحبوني في اليوم يعني بعد اللقاء الأول. أخونا هاشم طبعا أنا ما كنت أعرفه، كان يعرفه ناصر، قال لي وده زميل، قال لي خلاص أنا يعني سعيد أن أتعاون مع هذا الوكالة، لأنه هذا خدمة لقضايا الشعوب المضطهدة. وهاشم طبعا رجل ثوري. فمشينا في اتحاد الصحافة النمساوية، والبطاقة دي أنا جايبها معايا الليلة دي 89، يعني حس دي انت اللاجئ
وأنا ما عندي إقامة وكلام ده ما في، بكرة ممكن تمشي تسجل. كل عندك النية والعزيمة. سجلت صحفي قبل ما أكتب سطر واحد في الصحافة، لكن يعني كلام كثير نحن ما يعني شفت اللي بيعرف إريتريا وكلامنا الكثير والنبيز وجلد الذات يعني ده سياسة، لكن الإعلام المهني له قواعد. فأنا الحقيقة الليلة دي أقتصر الكلام في حاجة واحدة، يعني أنا تكلمت كثير وقصة ويلي براند وما إلى ذلك، لكن الوكالة دي دورت 200. الوكالة دي لما أجي أقول الأنصاري ده، لأنه هو التحق بعدين متأخر، وصاحب المبادرة أنا ما داير حس أتكلم عن عبد الله الشريف، وأنا الآن أمام الكاميرا دي أقول ويشهد الله لولا مبادرات أخونا عبد الله الشريف ولولا سهره ولولا حرصه على استمرار هذه الوكالة أنا تنطط بعدها أصبحت دبلوماسي وبعدها أصبحت سفير، كل ده الكلام كانت ودرت. لكن عبد الله يعني زي ما أقول قاعد ليها قاعدة بأمانة بتاع الشهيد حسن وبتاع الشهيد أخونا السفير الصومالي وكثيرين حس ما ذكرنا أسماءهم ساهموا معانا ليل ونهار سهروا معانا. عبد الله الآن وجوده في الأمم المتحدة وجود الوكالة يعني هو بسبب وجود عبد الله شريف. وعبد الله شريف الليلة دي أنا لما احتفالية بتاعنا بسبب الكورونا كل 5 سنة كنا نحتفل مرة في الأمم المتحدة مرة في دار الاتحاد. لذلك أنا الآن لما نتحدث بلغات يعني هذه الوكالة الآن في زمن الكورونا عشان أختم الكلمة أسسنا قناة القرن الأفريقي حساب على اليوتيوب. الوكالة قوتها كانت تكون في عقد مؤتمرات، عملنا مؤتمر في الأمم المتحدة 2019. الوكالة كان قوتها دائما تعمل سيمينارات احتفاليات شاركوا فيها وين أخونا إسماعيل الفنانين السودانيين، وكل مرة يعني بالتعاون كل احتفالية عملناها باسم القرن الأفريقي كان وجود للإثيوبيين للإريتريين للسودانيين، والسودانيين طبعا يعني حتى في عملية المساعدة وفي التحضير كانوا معنا حتى في الفنيات في التقديم يعني. لذلك الآن أن الوكالة هذه لما أسسنا القناة الفدائية هورن أوف أفريكا تي في فكرنا طبعا لازم بعد كل فترة زمنية لازم تراجع مدى النجاحات ومدى الإخفاقات والعوائق اللي وقفت أمامنا. من العوائق الرئيسية اللي أنا اكتشفتها وزملائي في هذه الوكالة يعني بالألماني بيقولوا شبراخ بارير، تعدد اللغات. كانت تشتغل 70 سنة باللغة العربية والناس أهلك هناك في إثيوبيا ما بيسمعوك، وإريتريين 50% ما بيسمعوا، حس الشكاوى اللي بتجينا طيب يا أخوانا ما تترجم يعني، وكأنك أنت بس عملت وكالة يعني للناطقين باللغة العربية، وشعوبنا هناك في معسكرات اللجوء في دارفور ما بيفهم اللغة العربية. ده الكلام لازم نفهمه. أنا دحين الوكالة هذه سمحت تتكلم بالزقاوة تتكلم بالأروم وتتكلم بالأمحرة، قاعدين نعمل في الفدائية بتاعنا دحين بعشر لغات. الناس انتقدونا قالوا الإيطالي ده جاب شنو، قلت لها ما في أولادنا تولدوا هناك، سودانيين تولدوا في إيطاليا، إريتريين الهجرة دي ما أخذت 50 سنة، ده كلامنا ما بيفهموه، لازم توصل لهم كلام باللغة. باللغة الألمانية قاعدين نبس أخبار، يعني جبنا الأولاد اللي تولدوا حس عندهم برامج. عملنا باللغة الصومالية قناة لوحدها لأن الصومال لما يتكلم تما تفهمه لكن أهله بيفهموه. إذن نحن أصبحنا بحق وحقيقة جسر التواصل، يعني مش بكلام وبهتافات. وبعدين أهم حاجة وربنا حيسألنا من الكلام ده بكرة، عبد الله شريف إذا قال شخص تغادى تعريفة واحدة أو بالمارك بتاعكم ده بالأورو ده أكون يعني يكون أخطأ في حق عبد الله وفي حق الوكالة. نحن كلنا أسسنا هذه الوكالة بشكل تطوعي، عندنا وظائفنا، أنا اشتغلت كسفير اشتغلت كإعلامي وبكتب كل المبادرات اللي عملنا، أنا اشتغلت برضو مع العربية، مشينا في حروب بتاع الدنيا دي هوتو والتوتو، نحن مشينا نغطي. لما تمشي في المشن الواحد بيدفعوا لك 10-15 ألف دولار، القروش بتجي من هنا. عبد الله برضو عنده مساعيه وشغل من الوكالة دي، إذا أنت دارف قروش وتعملها وكالة تجارية هتفشل. الهدف هو القناعة، وأنا الآن ممنون يعني لما أقول مشعب الصوماليين يعني دعمونا دعم شديد، والسودانيين نحن ما نقول دعمونا دول أهلنا، ما أقول أنا لجأنا
نحن مشينا لأهلنا مكملين اللي بعد. فالوكالة هذه الإيتيك بيسموه الفهم الآن الموجود، نحن لابد أن نتعايش رغم خلافاتنا ومشاكلنا. الناس حاسة دي مستعدة في فشقة في حرب خلاص، الناس اللي يصطفوا مع السودان اللي يصطفوا مع إثيوبيا، لا نحن نقول لهم نحن أخوان. الجوانب الإيجابية لازم تتكلم عنها أنت، عشان الفورة دي بتاع العسكر عندكم وبتاع هناك أبي أحمد ده ما نحن شعوب محكوم علينا نعيش مع بعض في سلام وفي وئام. ما في السودان اليوم يكره إثيوبيا، وما في إثيوبيا يكره السودان. علينا أن نشوف الأغلبية. أنت دحين الحكومات دي بتجي وبتروح، حتى أنا كثير من الناس الآن ينتقد أنا دخل شنو بحكومة إريتريا. قراراتها دي بتعني أنا كمواطن إريتري، تلزمني كمواطن إريتري، لكن ما تلزم الآخرين. لذلك إذا دايرين نعمل وكالة توفيقية يكون المجال مفتوح للجميع. والوكالة دي يا أخواننا ما وكالة عبد الله شريف ولا حمدان ولا أخوة اللي ساعدون، هي وكالتنا كلنا. بهذا المفهوم أنا أوجه نداء بالذات الناس اللي جوا حسا جدد من أي مكان. أنا جيت أوروبا لاجي، عملت كارير يعني تدرجت، تعلمت على يد أساتذتي وأصبحت دبلوماسي وممثل الدولة الإريترية في الأمم المتحدة. كل اللاجي، اللاجي ممكن يصل أي حد. اللاجي ده هو ذاته عدو نفسه، دائما يقعد براه ويقول لك أنا ما أقدر أعمل حاجة، أنا لاجي، أنا مش عارف. العوائق ده أنت بتدعى أمامك، لكن الدول دي هي دول الفرص المتاحة. ما تخطئ، ما تخالف القانون، والمجال كلكم حتى كلكم تكون إن شاء الله يعني القرن الأفريقي بأكبره، وكل واحد بإمكانيات المتواضع يساهم في هذا الوكالة وبابنا مفتوح. وأنا آسف عبد الله دي دائما لما يقول أسبوع كده معناه يعني أنا فاهم قاعد يسبح أنا فلذلك أنا أسمعين بيضحك. فلذلك أنا أختتم، ودي قناة القرن الأفريقي الأخوان، أنا الآن أكون اليوم وجه نداء. السودان ده سودان شعب واحد، لكن أنا الآن عندي تجربة متواضعة جدا وكنت أحكيها للإخوان اليوم. استضفنا أحد الأخوة من دارفور، دكتور زكريا من حركة العدل والمساواة. أنا بستضيف كل السودانيين، حتى عندنا مكتب في الخرطوم بتاع الوكالة بيستضيف أي واحد، إحنا ما عندنا مشكلة معنا، لكن نستمع إلى الآراء كلها. فقلت له يا أخي أنت حس تكلمت بالعربي، والعرب ده مع احترامي لكل إخواننا العرب وجيراننا ما مهتمين بقضايا يعني. أنت تقول له حس الزغاوة والمشاكل الموجود عندنا ذاته وما بيفهم. قلت لك هذه وجه رسالة لأهلنا الموجودين في معسكرات اللاجئين عندكم هناك في الجنينة وفي المناطق ده. في 20 دقيقة لما نتكلم بلغة الزغاوة 200 شخص اتصلوا به، ده الكلام دكتور موجود معانا حس يعني اتصلوا به حوالي 200 نفر. قال لي يا زكريا أنت موجود في جنوب السودان وما تجي تزورنا، ما كنت قريب مننا، ما سمعوا أنه أساسا في هناك مفاوضات السلام دي اللي دارت، ما سمعوا لأنه عامل اللغة. أنا الآن لما أعمل برنامج باللغة العربية في إثيوبيا ما بسمع الكلام ده. كررنا مش في السودان فقط، كررنا الموضوع ده، استضفنا محمد العروسي شايفينه درج في الجزيرة، رجل عنده بتاع الدام ومشاكل. فقال لنا أنا تولدت في مكة وما أجيد اللغة العربية، لغة الأمحرة أهلنا دي ما بفهم، والمصطلحات دي أخ عبد القادر أنا في اللغة موجود اللغة بتاع باللغة العربية. قال لنا أنا المصطلح ده مرة تقوله TPLF جبهة التحرير تقراي EPL، كل الكلام هذا ما بفهم، أنا جديد في البلد ده ولذلك، لكن أخدم بلدي بإخلاص. أنت قلت لي تنتمي لأي قومية؟ قال لي أنا من الأوروم. قلت له أبوك ما علمك اللغة الأوروم؟ قال لي أيوة نعم. قلت له حسا خليك من اللغة العربية دي، أهلك دول ما قاعدين يفهموك باللغة العربية، كده وجه لهم رسالة بالأوروم. وجه رسالة وأنا هو حيسمع الكلام ده. الرسالة لما انفتح قبيلة الأوروم 40% هم الأغلبية في إثيوبيا، لما سبعوا ولدنا ده رفعوه للسماء حسا بقى البرلمان بكلام يعني هورنا ده دته كده ساعد بس بلغته ده، لأنه هو كان يتكلم بالعربي وما فاهمينه لا الإثيوبيين ولا أهل الأوروم. فلذلك هذه الوكالة الآن توجه نداء، أختم كلامي، لغة الأم هي بالنسبة لغة التواصل. علينا أن لا نخجل نتحدث بكل الرطانات الموجودة هناك، ونحن عندنا حسة بالتقري وبالبلين باللغة الأهل للبناء عامر، كل هذا تجدوه في هورن أفريقيا.
أنا أوجه لأهلنا السودان بلغة كل زول بلغته، عشان برضو التواصل ده ما يتم بلغة واحدة، لا بالإنجليزي ولا بالعربي. وأنا قلت انتقدت في هذا الكلام، علينا أن نخاطب أهلنا باللغة اللي تربينا فيها واللي ترعرعنا فيها. بهذا أختم كلامي، وشاكر لحضوركم. وبيت السودان ده يا هوي ده بيتنا برضو، ما بيتكم براكم. شكرا جزيلا. نواصل من حيث انتهى الأخ عبد القادر حمدان. وحقيقة أنا عندي هنا بعض النقاط، زي ما ذكرنا في الدعوة بتاعتنا، يعني احنا نستعرض هذا التاريخ، وهنالك محطات كده الواحد بيجيف عندها يعني. ونحن هنا بس بنخط رؤوس مواضيع، لأنه في نقطة حساسة جدا ذكر عبد القادر حمدان، اللي هي زي ما قالوا الإعلام والتمويل. يعني نحن هسه هنا في الأمم المتحدة الوكالة الأفريقية الوحيدة، دول كثيرة جدا ما عندها أي تمثيل إعلامي. هل هي ما قادرة؟ لا، لكن الأولويات بتاعتها بتختلف. فأنا شخصيا يعني ما درست هي الإعلام، يعني عبد القادر حمدان هو بكل تواضع طبعا قدمني وكذا، لكن برضه هو اللي ما درس جامعات ولا أي حاجة، أنا تعلمت منه كثير. وكذلك أخونا حسن عبد الوهاب وهاشم مندي. وأنا كنت في ألمانيا بعد دراستي في ألمانيا، هنا في المجر، كنت بعمل مساعد باحث في معهد المياه اللي هو التابع لجامعة ميونخ. وهناك تعرفت برضو على أستاذنا عليه رحمة الله عبد الحليم خفاجي. وعبد الحليم خفاجي رغم أنه خلفيته إسلامية، لكن برضو يعني الإعلام ده بيعلمك أنك كيف تقدر تتماشى مع الأفكار المختلفة، الناس المختلفين. وتعلمت في الإعلام أنه أي إنسان حاول استخلص منه الإيجابية بتاعته، لأنه أنا درست في دولة شيوعية، وما كل الناس اللي في الدولة الشيوعية كانوا هم على ماركس. ففي ناس عندهم إيجابيات، لأنه مرات الفورور تايل أو الحكم المسبق بيحرمك من أشياء كثيرة جدا جدا. فعبد الحليم خفاجي هو كان جزارنا هنا، وأنا قدمته هنا. يعني طبعا الإعلام بعد ذاك أنت بتستفيد منه، تستفيد منه في المعرفة، في التعامل مع الناس وكذا. وحقيقة يعني الخلفية الدراسية دي هي طبعا بتكون الأساس بتاعك، على أساس أنه تدخل مع ناس في شركات، أو بعد ذاك يعني يكونوا في ناس هنا عندهم صلة بالغرفة التجارية، زي ما تكلم عبد القادر حمدان، على أساس أنه الناس تعمل ميشن وتمشي لدول برة، سواء كان في أفريقيا أو العالم العربي. فأنت هنا بتدي يعني اكتسبت شنو صفة الخبير في المجال المعين. وأنا هنا أحب فعلا بس أذكر يعني من المحطات اللي هي قبل كده تكلمنا عنها، ديار بكر. وديار بكر طبعا لها موقع في القلب، لأنها طبعا هي بلد الأكراد، وطبعا أخونا هاشم هو من الأكراد اللي هو في الضفة الأخرى اللي هي العراق. فسنة 91 الزيارة بتاعتنا المشتركة، وزرنا اللاجئين هناك، فدي تعلمنا منها كثير. وبعدين عرفتنا على بعض، لأنه الإنسان ما بتقدر تعرفه معرفة حقيقية إلا إذا كان سكنت معه أو يعني سافرت معه أو تعاملت معه إيه بالدرهم والدينار أو باليوري هنا في البلد دي يعني. فدي كانت يعني نقطة مهمة جدا جدا، وأنا فخور بها جدا وبذكرها دائما للناس وكذا. بعدين من ألمانيا وقت أنا أتذكر جيت هنا لميونخ في اللي هي مشكلة البوسنة، اللي دي كانت يعني فجأة كده ظهرت، ونحن كنا يعني أوريدي زي ما قال عبد القادر حمدان الوكالة كان عندها اعتماد هنا في الأمم المتحدة. وهنا لابد أن نذكر أخونا الفاتح علي حسنين. الفاتح علي حسنين حقيقة هو صديق لعلي عزة بيجوفيتش، والصداقة دي بدت مما هو كان طالب. فوقت بدت مشكلة البوسنة، الرجل الوحيد اللي كان عنده صلة عميقة بالحكومة بتاعت البوسنة أو علي عزة بيجوفيتش هو كان الفاتح علي حسنين، وهو عرفنا عليه. دي لابد أنه نذكرها. طبعا الفاتح ممكن نتفق أو نختلف معه سياسيا، لكن دي حقائق أنت كرجل بتاع إعلام لازم تستفيد من الناس اللي عندهم المعرفة. والفاتح
الفاتح هو اللي قدمنا لعلي عزة بوغوفيتش، و دي كانت يعني بداية عمل مشترك. طيب البوصنة ناس طلعوا من السجن يعني، وحتى وضع الحكومة بتاعتهم ما كانت واضحة بالنسبة لهم، فاستفادوا من الوضع بتاع الوكالة اللي موجود في الأمم المتحدة وقتها. وأذكر إنه كان في مناسبة يذكروها الناس القدام هنا، مؤتمر حقوق الإنسان في يونيو سنة 93. طبعا أنت هنا وكنت تكون في المساحة بتاعت الإعلام دي بتعرف أشياء وبتجيك أخبار، فأنت بعد ذلك كيف تقدر تنقلها إلى معارفك، وكيف تقدر تحول زي ما تكلموا الأخوان هاشم، يعني عندك معلومة بسيطة بتتحول لفكرة، والفكرة دي بتحاول تنقلها للناس، بعد ذلك تكون مشروع كبير جدا جدا. ففعلا المعلومة اللي كانت عندنا قادت إنه نحن نوجه الحكام الجدد بتاعنا البوصنة إنهم يشاركوا في هذا المؤتمر بتاع حقوق الإنسان. فأذكر إنه أنا يعني كنت أول واحد مشيت عملت لي موقع هناك، لأنه الباقيين كلهم كانوا جايين في الطريق. وطبعا على عزة بوغوفيتش ورينا وإنه هو كان يعني أهم شخصية، ولذلك كان الوقت ذاك كل CNN الوقت ذاك ما الله يخبرت CNN وفي القنوات الأمريكية، فدي كلها كانت يعني مركزة على علي عزة بوغوفيتش. وبعدين برضو في الجانب بتاع NGOs والمنظمات الغير حكومية تحت، يعني بحكم صلتنا وعرفتنا بالفاتح علي حسنين، طلبنا من الرئيس علي عزة بوغوفيتش إنه يجي للقسم بتاع المنظمات اللي هي NGOs وكده، فكانت الكاميرات كلها تتسابق. فده برضو يعني بيساعد الزول في يعني كيف إنك الظرف تقدر تطوعه إعلاميا، والحكاية بعد ده خبر بيطلع في تلفزيونات ما كنا نحن نحلم إنها تطلعنا. شيء برضو يعني أنا أذكر هذه اسمه شنو شغلنا مع البوسطة مو كثير، لكن جونا أطفال من البوسطة كانوا زائرين المؤتمر هناك، وهم نظروا في الأعلام اللي هي كانت خارج مبنى أو سيريا سنتر اللي هو ده المبنى الدولي بتاع المؤتمرات، فقالوا إنه يا إخواننا ما شايفين العلم بتاعهم. حقيقة اكتشفت إنه العلم الوحيد هو اللي ادانا له علي عزة بوغوفيتش، وكان بحوزتي أنا. فذكر اتصلنا بناس الناس المنظمين في المؤتمر وقالوا لنا يا إخواننا دي دولة جديدة وما عندنا العلم بتاعها، فقلنا لهم لو اديناكم العلم ده ترفعوه، قالوا لنا طوالي. فحقيقة نحن بطريقة تلقائية اديتهم العلم ورفعنا العلم بتاع البوصنة والهرسك بدون ما نفكر كثير. وكنت جاء السفير البوصنوي الوقت ده اسمه أحمدوفيتش، ماهر أحمدوفيتش، فقال لنا يا إخواننا الحدث ده حدث تاريخي، لأنه ده أول مرة علم البوصنة يترفع بر البوصنة، وزي ما قالوا شنو يكون على يد العبد الفقير أو نحن الفقراء، يعني حاجة ما كنا إحنا حاسب الله ولا أي حاجة. لكن طبعا برضو شنو الوقت ذاك فاتنا انه كيف نستفيد كم من يعني حدث زي ده، لانه ناس لو كان عندهم الامكانيات ولو كان الوقت ذاك الاسواري كان قريب لنا لكنا على الاقل حاجه بالشكل ده سجلنا، ايوه كنا سجلناها وكده بدل نحكيها حكي كده ساكت. بالكلام ده احنا بنقول يا اخواننا برضو المحطات دي بنذكرها للناس، لانه شغلنا كله ما كان بيرفكت 100%، ولا احنا زي ما قالوا يعني فقهاء في الإعلام أو يعني مراتب كبيرة، أخفقنا وبعدين نجحنا في بعض الأشياء، ودي بنحاول إيه نذكرها للناس. الشيء الثاني زيارة الملك عبد الله إلى النمسا، وهنا أنا لابد إنه أذكر أخونا محمد هاشم وبرضو الملحق الثقافي وقتها عبد الإله. فمعرفتنا المعرفة مرات أنت بتفيدك إنه الناس يزكوك بيشيروا إنه فلان ده والله يا أخي في الإعلام يعني بنعرفه ممكن يعني يساعدكم وكده، فكانوا محتاجين واحد يمسك القسم الإعلامي، وده كان السفير الكردي. وأنا افتكر استفدت من غياب أخونا هاشم مندي، لأنه هاشم مندي الوقت ده جاته مأمورية ولا جاء شغل في حتة تانية، فزي ما قالوا كده غاب هو أنا المجال اتفسح لي، وبعد ذاك بقيت مسكت الإشراف على
الزوار اللي هم كانوا ممثلين لأجهزة الإعلام السعودية، التلفزيونات وكل الصحف المشهورة، وقدموا لي دعوة ومشيت للسعودية هناك وشفته وكده. بعدين برضو اتيحت لنا فرصة إنه نشرب قهوة مثلا مع الملك عبد الله. فدي كلها يعني لولا الإعلام لما كان الواحد اقترب من هؤلاء الناس، وكذلك الحريري، وكلهم الاثنين دول طبعا يعني كانوا ايه بيسكنوا في الامبريال. انا داير برضو اركز انه الاعلام بحد ذاته، يعني احنا حسن عبد الوهاب دول برضو ما تم الجامعه، لكن رجل ما شاء الله. انتوا بتشوفوا في الارشيف وتشوفوا المقدره الاعلاميه بتاعته في طرح الاسئله وادارتها وطريقه سلسه جدا جدا. فالاعلام حقيقة يعني خلانا ننفتح على التنمية. بوجودنا في المبنى اللي هو البيان انترناشونال سنتر، هناك في منظمة اليونيدو، وهنا لا بد منه نذكر أخونا محمد النجيب، الله يرحمه، محمد نجيب. فحقيقة يعني استفدنا من وجودنا هناك ومن المعلومات اللي عندنا، وكوننا بعض المؤسسات منها السكسة، يعني ممكن اذا كان الواحد داير تفاصيل اكثر، ديك كلاستر نمساويه وتحتها في يعني شركات كثيره. ودي كلها المعلومات الواحد بيحاول يوظفها للتنميه. وعن طريق السكسه مشينا افريقيا زي ما ذكر اخونا هاشم، يعني دي الدول ده محل تحركنا، اوروبا، افريقيا، العالم، الشرق الاوسط، واخر مره كنا معاهم في الاكسبو اللي هو بتاع دبي. طيب وجودنا اللي في داخل المبنى برضو استفادوا منه ناس افارقه كتير، زي ما تكلمت ما في وجود افريقي، فنحن الاسم بتاعنا القرن الافريقي، لكن اي حاجه افريقيه يعني بتهمنا. ف يعني الافارقه اللي السفراء مثلا في المانيا واول مره بيجوا هنا، وكنا بنساعدهم في انه نعمل لهم التوثيق بتاع الاكريديتيشن الاعتماد من رئاسة الجمهورية هنا. وأذكر العلاقة بتاعتنا توطدت جدا بسفير الشاد الله يرحمه السنوسي، فأنا هنا أذكره جدا بالخير، ربنا يرحمه ويغفر له. ومرة كان هو غايب اتصل من هناك على أساس إنه يديني تفويض عشان أقعد في المقعد بتاع شاد، يعني عبد الله شريف، ويكون شنو ده محل إذا كان ده الرئيس هيقعد هناك، السفير هو اللي بيقعد هناك يعني. فأنا حقيقة الوقت ده طبعا انت بتعرف السودان ومشكلة دارفور وشاد وكلام بالشكل ده، والناس بيمسكوا طرف الحديث وبعد ذاك ايه بيألفوه. فقلت له يا اخوي الصغير انا والله يعني شاكر لك جدا جدا، والكلام ده ان شاء الله اذكره في اي يعني وضع واي مناسبة، ولكن الوفد السوداني اللي قاعد هناك يشوف عبد الله شريف هنا الليله ومثل لشاد، دي حيعمل منها قصه. فكده الحكايه دي انا الادار ادخلك انت في سين وجيم واخلينا كده كويس، والحقيقه فعلا اقتنع بوجهه النظر بتاعتي. مرات كده وكده اكون لنفسي اقول يا اخي ليه ما كنت المفروض اسويها؟ يعني دي برضه شنو بيساعد في انه تربطنا بالقطر اللي هو الشادي وكده. طبعا في مؤتمر الاعلام اللي كان في السودان وكانت دعوه عامه، وحقيقه الوقت ده كان لانه طبعا انت عشان ترتبط بدعوه جايه من حكومه دي دائما يعني شنو في ناس بعد ذاك بيختلفوا في التحليل بتاعها، انت مع النظام ولا انت لا. لكن زي ما قلت الاعلام انت ممكن تتعامل مع الدكتاتوريين، لكن الحدود بتاعت كل انسان كيف يقدر يحافظ عليها دي هي الاشكاليه. فانا كنت خطيت انه اي دعوه تجينا او تجينا انا بالذات كنت بعمل جلسه هنا في بيت السودان ده، بوري انه انا ماشي للخرطوم والحكايه كده، وبعد ما اجي من الخرطوم برضه بعمل يعني تقدر تقول جلسه تنويريه. وده نفس الشيء حصل برضه في استقلال جنوب السودان، وكنت جاتنا الدعوه من الاخت ستونا، وستونا برضه كانت جات قدمت اوراق اعتمادها هنا، احنا الوكاله اللي عملنا لها ايه التوثيق عند رئاسه الجمهوريه هنا. وفي جنوب السودان دي طبعا دي قصة طويلة جدا جدا، لكن يعني برضو الواحد في مناسبات تانية ممكن ايه يعني يفصل فيها مع الناس. في شخصيات سودانية بتجي تزور هنا، ونحن الواحد زي ما تقدر تقول بحس الحس الاعلامي بتفتكر انه الحكاية دي المفروض ما تمشي ساكت. سوار الذهب كان هنا في فيينا، وقتها نحن كنا في ميونخ
فمع عبد الحليم خفاجي، قلت له يا اخي سوار الذهب ده موجود هنا. فالزول ده شخصيه يعني برضو سوار الذهب نتفق ونختلف معاه في اشياء كثيره جدا، يعني دي برضو الواحد بيتركها للناس، لكن برضو شخصيه زي دي عند الاوروبيين مهمه جدا جدا. فنحن حقيقه تولينا دعوته الى ميونخ، وده كان برنامج لحد الان ناس ميونخ بيسكروه، ودي ذاتها تولدت منها صداقه خاصه بينه وبين سوار الذهب. ده طبعا في الحكومه اللي هي بتاعت الانتفاضه. حصل انه بعد قبل سنين اللي هي الكلام ده 4 5 سنين برضو بينا زاره الجزولي، وانا برضو وجدته في الامم المتحده هناك، وعملنا معه يعني زي ما تقدر تقول انترفيو، لكن كنا شعرنا انه الرجل ده مهم جدا جدا، ما معقول يجي مره بفيينا وبيت السودان ما يستضيفه. لكن الوقت ده كمان برضو الاعلام يعني ورانا برضو حدودنا مع ناس السفارات، لانه الرجل ده المسؤول منه السفير السوداني، فوكي تكون في حاجه بالشكل ده لازم ايه تحاول تنسق مع السفير يعني عشان ما تعمل لك فعاليه يعني ضده كده. حقيقه في نقاط كثيره كنت داير اقولها، لكن داير كنت برضو اذكر الناس اللي دائما في فعالياتنا كانوا يعني بيشتغلوا وبيساعدونا. محمد هاشم دائما كان يعني في المناسبات يعني هو وزوجته مشكورين، يعني دائما كانوا يعني بيساعدوا في يعني بيشاركوا يعني. واخونا ادم سليمان يعني نترحم عليه، والرجل ده حقيقه انا بعتبره واحد من ناس القرن الافريقي وكذا. اليوم احنا عملنا الافتتاحيه في الامم المتحده، وحقيقه كل هذا الارث اللي هو الاعلامي وفي الميديا والثقافي اللي عملناه السنين دي كلها، والكلام ده الليله في داخل اللي هي الروتوندا، قلنا يا اخواننا الشدة ان احنا نهديه لشباب القرن الافريقي، وخاصه شباب السودان اللي بيسور في الشوارع وبيطالب بالحريه والسلام والعداله، ان احنا نهديه هذه الفعاليات. وبهذا انا اختم حديثي، شكرا جزيلا. في ملاحظه بسيطه. شكرا اخ عبد الله. اولا يعني انا ذكرت اسماعيل، انت كنت برا الزهر، لانه انت يعني اكثر ناس الفرقه الفنيه في احتفالات اللي سويناها مشاركتكم، يعني برضو شكرنا. انا ملاحظه، ذكر نقطه مهمه جدا المرحوم دكتور نجيب، وامنيته انا وعبد زميل عبد الله اجرينا معه لقاء في فيينا، وقتها طبعا احنا كنا بلقاءاتنا كانت يعني غير منتظمه، ففي اللقاء هذا انا التسجيل موجود، قال ان شاء الله انا اتمنى ان وكاله انباء القرن الافريقي تتحول الى قناه فدائيه. وانا نسيت اقول لكم حسد ان احنا دخلنا في النايل سات، يعني في الاسبوع القادم حتشوفونا ان شاء الله مباشره. لكن على المثل حسنا نعود في قضيه، لانه طبعا لازم الاعلامي اللي عنده حزب واللي يتبع يعني حكومه معينه ما حينجح. الاعلامي لازم يكون محايد، مش الحياد الصعب. انا دائما حسد استذفنا ابن الصادق المهدي، يعني السودان كل اطياف الاحزاب الموجوده هناك استذفناها في قناه القرن الافريقي. وانا اقول دائما في حواراتي، ودي الاخوه السودانيين احيانا يعني في اخر حوار سويناه، مساحة الحرية بصرف كل المشاكل الموجودة، القتل والإرهاب وكل حاجة، لكن أنا أفتكر معجب لازلت بالسودان. المعارض السوداني يتحدث من داخل الخرطوم، ودي الميزة يا أخواننا، مع أن المساحة يعني هي بسيطة جدا، لكن علينا أن نحافظ، لأن هذا الموجود في السودان، أن واحد من داخل السودان ينتقد الحكومة وينتقد الحكام العسكريين وحميدته كل هذه غير موجودة في دول القرن الأفريقي، وده عاتبونا فيها أخواننا لما تقصد منه، قلت لا أقصد كلكم، يعني السودانيين حاسة دي قاعدين يتكلموا يعني من داخل الخرطوم، وهذه الميزة يجب على السودانيين أن يحافظوا عليها، لأنه نحن دحين ما عايزين نتبع لاتجاه معين. أنت الإعلام مهمته يقدم كل صاحب قضية معناها تديله في حدود المسموح به، ما يجي ينبز له طبعا يعني قبيلة معينة أو جنس معين وكده، لأنه المثل الكعب الإريتري اللي بيقولوا، وأنا آسف أن أقول هذه الجملة، أنه زوجة أبوك قالوا ما بتنسى أنه ما بتنسى أنه أبوك جابك من مرة ثانية. ده الحاجة الكعبة. فلذلك نحن علينا أن نفهم
بانه ما في حاجه 100% تمشي صح. فانت حاسه دي الثوره دي قاعدين في داخل يعني الناس قاعدين يموت يوميا، قاعدين يقودوا الثوره رغم كل المشاكل اللي بتواجههم، لكن هم صامدين في ارضهم. فلذلك ما نجي نقول على اساس يعني دول الناس ما عندهم حريه، ما عندهم كل ده. الحريه ما بتجي ببلاش، ما نحن حاسه دفعنا فيها 100,000 شهيد، وعندنا 300,000 معوق حاسه في شوارع اسمر وفي اريتريا. ده ثمن الحريه اللي دفعناه عشان تجي الحريه. فلذلك انا مع كل الحاصل في السودان، واكرر في كل لقاءات والضيوف اللي جبناهم من الصومال من اثيوبيا، قلت له ظاهره السودان دي فريده، طالما الناس صامدين في داخل ارضهم وما بيهابوا لا المدافع ولا الدبابات ويمشوا في الشارع، وكل يوم بتسمع شهيد وثلاثة، دي ظاهره صحيه، واذا في تغيير حاجه حيجي من هذه الظاهره الموجوده عندكم في السودان. فلذلك انا الليله دي ما عايز اكثر الكلام، لكن اقول يعني محمد نجيب امنيته تحققت للاسف الشديد، وربنا يعني الاقدار، احنا ما نتحدى القدر. هو كان يتمنى انه يشوف فدائيه القرن الافريقي، والان الفدائيه في الاسابيع الجايه، نحن طبعا في اليوتيوب. والمعلومه اللي ما حبيت يعني اذكرها، انا قبل ما اجي هنا سالت الشخص المشرف على، عندنا مكاتب في استراليا، نيوزيلندا، امريكا وكندا، مراسلين يعني في كل يعني في اوروبا. عدد المشاهدين في ايام الكورونا، الناس قاعده، كل المؤسسات الاعلاميه تعطلت، نحن وصلنا صوتنا دي وصل لمليونين و400 الف، هذا موجود يعني في الستاتستيك بتاعنا. ثانيا طبعا انه هذه الوكاله الان كون هي تعمل بعشر لغات، في انتقادات كثيره جدا، الدار يسمع عربي يقول لك يا اخي انا ما فاهم، قلت له ان شاء الله ما تفهم، في ناس بيفهموا. هذا الوكاله الان حتستمر وحتدخل الفدائيه في الاسبوع القادم. لكن انا اناشد زي ما قال عكون عبد الله، الليله دي اختيارنا لبيت السودان. انا اقول مع احترامي لابناء بلدي الاريتريين وكل حاجه، انا افتكر يعني السودانيين يجب ان يفتخروا، ما بيجوا يهبطوا يعني معنوياتهم. بعد بيت النادي المصري، هذا النادي رقم 2 صامد اكثر من 20 سنه. جاليتنا بكل كلامه وبكل كل الجاليات الموجوده هنا يعني ما قدروا، يعني انت البيت هذا هو صغير ومتواضع، لكن في نفس الوقت هو دار. والدار هذا ما بتاع السودان، اللي كررت الكلام هذا برضو يعني الاريتريين يجوا يحجزوا هنا، ونحن كلنا موجودين معاكم. زي ما هناك جمعتوا الافارقه كلهم موجودين في معسكرات اللاجئين، برضو جمعتونا هنا في النادي هذا. هذا بيت القرن الافريقي، ان شاء الله في المستقبل ينمو تنمو هذه الفكره، ونحن اليوم عملنا هذا الاحتفال عندكم عشان انا اعتبر هذا البيت هو بيت القرن الافريقي، والسودانيين مؤهلين عشان يقودوا قطار السلام ان شاء الله في المنطقه. وبهذا اكتفي. يسعدني اكون يعني جزء من اخواننا في وكاله انباء القرن الافريقي، وده يشرفني. وطبعا اشكركم، ومش عاوز يعني اتكلم كتير عن ما يعني قمتم به من اسهامات في مد الجسور ما بين دول القرن الافريقي. وسؤالي انا للاخ حمدان، اليست مصر امتداد لدول القرن الافريقي؟ لماذا حتى الان لم تهتموا بانكم تضموا المصريين بشكل جدي كي يكونوا فاعلين في العمل التطوعي في وكالة انباء القرن الافريقي؟ اولا اخي محمد، انت طبعا واكب نشاط وكالة انباء القرن الافريقي، واكثر واحد يعني اجرينا معه لقاء، ودعوتنا كانت موجهة. والان قبل اسبوعين نحن في داخل مصر الان قاعدين نستضيف ضيوف وجهات نظر مختلفة، حتى انت لما استضفناك تقول رأيك، وعبرك ايضا كانوا معارضين للنظام. نحن ما نكبح الحريات، لكن في حاجة واحدة، نحن لما اسسنا قناة القرن الافريقي، وانا قلت هذا الكلام في المانيا وباللغة الالمانية السليمة، تلاقوا نحن ما دايرين بيبي سيتا الافارقة، زي ذكرنا الان محمد نجيب، حسن عبد الوهاب، دي القامات الاعلامية تعلم الاوروبيين، مش الاوروبيين يعلمونا نحن. فهي اساسا بدءا نحن علينا ان نعتمد بعد الله على امكانياتنا الذاتيه. والان قناه القرن الافريقي استوعبت كل الناس اللي بيتحدثوا. الاخوه المصريين، انا مع احترامي اخي محمد، لما تجري معاه
أنت طبعا الآن عشت معنا ونتفاهم معك في كثير، لكن كونه لما يتحدثوا عن أفريقيا وكأنها يعني قاعدين يتحدثوا شعوب عايشة في الأدغال، ولذلك في نفس الوقت هذه اللغة اللي بيتحدثوا بها، مثلا أنت كزميل الآن إعلامي، أنا واحد ما عايز أسمي الأسماء، تقول سفير من السفراء، تقول له عايزين وكالة انباء، دي إيش ديش ديش إيش يعني؟ هو ذاته نحن 32 سنة، عبد الله ذكر كل أفريقيا لما تجي مؤتمرات بما فيهم إخواننا العرب، هذا البيت هو بيت المكتب الموجود بتاع قرن الأفريقي والأمم المتحدة، حتى البلاط بتاعهم يا الشتاء المؤتمرات اللي تكون يحطوها في مكتبنا، وتساعدهم تقول يا أخواننا في وفد من بلد الفلاني ساعدوه، سجلوا فعاليته، بعد ربع ساعة الفعالية بتاعته بس في التلفزيونات بتاعه من تشاد إلى السودان إلى كل هذه الدول. إذن الآن أنا أقول لك لما نقول نحن نعمل وكالة أنباء القرن الأفريقي بالدرجة الأولى تهتم بمشاكل، لأنه هذه منطقة القرن يعيش فيها حوالي 200 مليون نسمة موجودين في هذه المنطقة، هم مشوا ما في حد يهتم بقضاياهم. الآن أنا في قناة القرن الأفريقي هتستغرب لما أقول لك المليونين بالاستاتيستيك، يعني لما شفنا ألماني بيشتغل معانا كلاك بيعرف عبد الله شريف، عدد الذين يشاهدون هذه القناة غير الناطقين باللغة العربية، كل المشعبين إثيوبيين على إريتريين، لأنه قاعدين نتكلم بلغة الأم. وأنا اليوم في الأمم المتحدة عبد الله تحدث بالإنجليزي، أخونا هاشم باللغة العربية، بيتر حيدر باللغة، أنا تحدثت باللغة الإريترية المحلية تقرينيا، لأنه كلامنا دي والمهرجانات دي اللي عاملين ما قاعدين يسمعوه الناس، يجب أن نتحدث باللغة العربية الواضحة جدا. شعوب القرن الأفريقي لا يجيد اللغة العربية 100%، هناك في شعوب لها لغات ولها عادات، السودان لوحده فيه 70 لغة. إذا عايز تخاطب الشعوب هذه لابد أن تنزل لمستوى شعوبك. هذه قناة القرن الأفريقي الآن قاعدة تبث برامجها بعشر لغات من بينها لغات محلية، ونحن حنواصل في هذا الطريق، وأسف جدا. Ja, kannst du auf Deutsch? Nein, auf Deutsch kannst du. Wie hören Sie? Ja, also ist eine generelle Frage, also im Zusammenhang mit Europa. Also ich weiß von Marokko, wenn ich mit den österreichischen oder europäischen Politikern gesprochen habe, haben sie gefragt, gibt es überhaupt was Positives über Marokko? Ja? Und ich habe dann festgestellt, die haben keine Ahnung. Die waren nicht dort oder sie haben keine Kultur oder sind ohne Hirn. Und was würden Sie antworten den Menschen, die glauben, klug zu sein oder studiert zu sein? Weil ich habe gesehen, in Marokko, es gibt sehr viel Weisheit, die mit Herz und Hirn zu tun hat. Und Horn von Afrika oder Ihre Länder kenne ich zu wenig. Aber was ist die wesentliche Weisheit für unsere Zivilisation, für die Transformation, die sehr speedy ist in dieser heutigen Zeit? Was können wir mitnehmen von diesen Völkerbewegungen, kulturellen Austausch in Europa, oder was können wir beitragen? So, vielen Dank für deine Frage. Ich muss kurz machen. Als wir diese Agentur gegründet haben, ich habe auf Arabisch erklärt, das war das Ziel, dass wir die Völker von Horn of Africa zusammenzubringen. Danach wollten wir eine Brücke bauen zwischen Horn of Africa Länder und Europa. Was ich als Journalist, ich bin jetzt seit 1990 Mitglied bei dem Deutschen Journalistenverband. Alles, was ich erlebt habe in Deutschland zum Beispiel, das wird diktiert. Aber da arbeitest du mit, aber nicht als Partner. Deshalb habe ich gesagt, wir lassen uns nicht vorschreiben, was wir machen und was wir entwickeln wollen. Das Horn of Africa, wir haben genug in derselben Universität. Ich habe hunderte von Menschen zum Beispiel in Europa studiert. Die werden aber von den deutschen Firmen oder Industrie nicht akzeptiert. Lieber halt, man schickt halt jemanden, die Europäer nach Afrika, obwohl die Eritreer oder die Afrikaner, die die Sprache gelernt haben und hier studiert haben, die werden nicht anerkannt. Und diese Agentur machte, das haben sie uns akzeptiert. Ich bin als Journalist jetzt und als Mitglied bei der eine der größten Verband in Deutschland, über 65.000 Mitglieder hat. Ich bin immer dabei und sage immer, wir sind Horn of Africa. Wir vertreten das Horn of Africa. Bin ich auch mit diesem Namen akzeptiert worden und registriert worden. Horner ist das bei der UNO auch mit diesem Namen registriert worden. Deshalb, wir wollen das Zusammenarbeit, aber du musst mir als Partner akzeptieren und nicht als Lehrer. Weil wir haben auch dieselbe
Wissen, dasselbe Universität, dasselbe auch Erfahrung gemacht. Und deshalb aber die Zusammenarbeit ist besser als jemand, der andere zum Beispiel, was seinem Wissen und sowas zu vermitteln. الحقيقة أنا سعيد جدا بحضوري ومشاركتي في الاحتفال بالسنة 32 لوكالة الأنباء القرن الأفريقي، وبتمنى لكم مزيد إن شاء الله من النجاحات والقفزات إلى الأمام. ومن الناحية الأخرى أنا يعني بشكر بيت السودان، اللي هو بصراحة يعني أنا بعده هو مش بيت السودان، يعني هو بيت أفريقيا بصراحة، لأنه بيجمع كما قال من قبل من سنوات طويلة أخونا الأستاذ عبدالله شريف، أنه بيت من لا بيت له وصوت من لا صوت له. فبيت السودان يعني أنا بعتز بيه وبحب دايما أكون موجود فيه في أي مناسبة أي كانت. أعود بقى للاحتفالية، ويعني أنا لما بصيت على الأعلام وبصيت على الدول، إحساس جميل جدا بالانتماء، إحساس جميل بإني أشوف الأعلام وتخيل الشعوب اللي موجودة هناك، من السودان، من شمال السودان باختلاف الاختلاف الإثني للشعوب الموجودة فيها، بالتنوع اللغوي الكبير. نرجع لجنوب السودان ونشوف برضو نفس التنوعات اللي موجودة، وكينيا والصومال وأثيوبيا أريتريا، هذه روعة. وأنا بقترح يعني وبتمنى أن اقتراحي ده يجد في يوم الأيام قبول. القبول قد يكون موجود، ولكن يتبعه أيضا عمل. هو أنا كان لي حلم كبير، بس نعملها الأول، نقول الصغير وبعدين الأكبر إن شاء الله، إن إحنا مرة يعني نشوف يوم معين محدد يكون له مناسبة، نحتفل بيوم القرن الأفريقي، ويكون هذا الاحتفال يضم الجاليات اللي موجودة في هذا البلد أو في بلاد أخرى إن كان يسمح لا أدري كيف بالوصول يعني إلى فيينا. الحلم بقى الأكبر اللي بتمناه وطرحه من سنين، اللي هو إن احنا نحدد يوم لأفريقيا، اللي هو يوم، وأنا يعني طارح إنه يوم 25 مايو يكون يوم أفريقيا ككل. يعني القرن الأفريقي جزء من أفريقيا، وأفريقيا تستحق إن يكون لها يوم نتجمع فيه، كل واحد يعرض فيه فنونه التراثية والأزياء والموسيقى، ونعرف نفسنا بأن احنا شعوب عندها إرث تاريخي كبير. كل دولة ليها عندها إرث تاريخي، عندها اقتصاد، عندها كنوز موجودة داخل البلد، وليس فقط اختصارنا في أن احنا مجرد لاجئين أو مجرد الصورة اللي بيحاولوا ينشروها عننا إن إحنا بنتاجر للأسف، في ما يعني الصورة النمطية السيئة اللي بتوضع عن أفارقة. عايزين نصلح نفسنا بنفسنا، وده لن يحدث إلا إذا كنا كلنا حطينا أيدينا في أيدين بعض. وأنا برشح بيت السودان والشباب اللي موجود في بيت السودان، لأن هو في تحديات كتيرة جدا كانت قدامهم ونجحوا فيها بتجميع الشباب السوداني في مناسبات كبيرة، إن إحنا نحتفل في يوم بيوم أفريقيا، ويكون شباب السودان هو الدافع الكبير في إيجاد هذا اليوم، ويكون معترف به حتى كمان من الدولة ومن الحكومة النمساوية. شكرا جزيلا لكم وشكرا لهذه الدعوة. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا أنا يسعدني إنه اليوم حضرت الاحتفالية بتاع الذكرى 32 لغيام الوكالة. وفي الأول لما قدمت لي الدعوة كواحد من أبناء جالية الموجودين،
اعتقدت انه الوكالة اتبنت باشياء يعني بسيطة، ولكن وجدت هنالك عصامية كبيرة جدا جدا في تكوين هذا الجسم بتاريخه الذي سردتمونه علينا في لقاءكم هذا. واتمنى نحن كدول في أوروبا الشرقية لم نسمع بإعلام أو بالوكالة، أتمنى إنها هي تتوسع ويكون لكم مناديب في أوروبا الشرقية في أوكرانيا. ولا نقول فقد الشيء لا يعطيه، ونحن على يقين إنه أوكرانيا عائدة إن شاء الله. إن شاء الله حنقوم بالدعم، وهنالك من أبنائنا النشطاء الصحفيين الغادرين على عكس الرؤية الصحيحة عن الوكالة، ونتمنى إنه تدوم تحلهم هذه الفرصة إنه انضموا للجسم الكبير ده. وفعلا يسعدنا يعني إنه اليوم هذا الاحتفال تم في البيت السوداني، ورغم إنه أنا بعتبر نفسي يعني لسه نص، ولكن ده شيء يسلج الصدور عندما نسمع هؤلاء الهامات تتكلم عن بيتنا المتواضع هذا، وهذا شرف عظيم لنا جميعا. وأتمنى إنه بيت السودان دائما يكون مفتوح ويكون رائد للمشاريع الخيرية، ويكون منبر زي ما سلفوا وذكروا الأخوان، منبر من ليس له منبرا أو يعبر عنه. فشكرا جزيلا لتحت هذه الفرصة، وأنا سعيد إنه أحضر الاحتفال بتاعكم. بس على ذكر أوروبا الشرقية، الحقيقة الوكالة كان لها دور، وكانت يعني موجودة في مثلا هذه المجلة أصدرناها في كرواتيا، مجلة سراييفو، عن الأحداث في البوسنة والهرسك، وأيضا يعني عندنا نية بالتأكيد نتحرك على بقية البلدان. عندنا في بوسكو براسل أي هو يغطي برضو قضية أفريقيا، فعلا فكرة رائعة أنه نستمر في الانتشار في المنطقة هذه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، أنا سامي الياس، بس عندي سؤال كنت عايز أوجهه للإخوة في القرن الأفريقي. لما فتحت الوكالة دي، هل فتحت مجال لكل الشباب، أو فتحت مجال لعضوية أو مشاركة لكل الشباب الموجودين في أوروبا بالتحديد؟ وشكرا. أفتكر أنه الآن الوكالة طبعا المؤسسون بعدهم انتقل إلى رحمة الله، والباقين في شايفين نحن الثلاثة، برضو في زملاء ما غدروا يعني لدول مختلفة بيعيش ماجو. الوكالة الآن قائمة على الشباب، يعني لو تشوف قناة القرن الأفريقي، إنما طبعا لما نقول الشباب لو دخل كثير من الناس الآن لما نشوف الموقع بتاعنا لغات مختلفة، لكن 90% الآن في فرق، يعني قسم الشباب الآن موجود يوز بروجرام اسمه، القناة الصومالية، القناة الإريترية، القناة الإثيوبية، يديروها كلهم شباب. الشباب دول لكن ما يعني هم من ولدوا في المهجر، فلذلك هؤلاء الناس بثقافتنا نحن وبأفكارنا وبمشاكلنا دي ما بيفهموا، عندهم طموح، دارين يعني البلد اللي تولد فيها يحقق مثلا طموحه فيها. فنحن متحنا المجال، لأنه الآن للأسف الشديد الحضور، يعني أنا زميلنا عود فلسطيني موجود كان في إذاعة اندرومان، هو الآن مدير مكتبنا في السودان، فقلت له ركز على الشباب، يعني أدخل في المظاهرات وشوف الشباب آراءهم كل حاجة. لكن الظروف طبعا في السودان الآن، نحن في الصومال برضو يعني مراسلنا هو شاب مركزين 90%، وكل لو شوف أنا 2 مليون شخص، الناس اللي قاعدين نتواصل معهم بلغات مختلفة، كلهم جيلنا ده خلاص، يعني إحنا بس نقوله أبشر من وراهم، وديناهم الحرية. وأنا اكتشفت حاجة واحدة، لا يمكن أنا أبدأ من ابن ياسر يقول لي ده خطأ، لأنه هو ما داير حاجة يعني يدخل في حاجات أساسا هو ما شارك فيها، في المشاكل وفي الحروب الأهلية، في القبائل بتتناحر وكده. بعدين أنا كنت أحكي من الحاجات اللي الناس اللي تولدوا، عشان أديك نموذج، أنا أبدأ بابن ياسر. عندنا
يعني كتالوج سنويا نحن نعمل بتاع عيد السنة الكريسماس الكتالوج ده اللي بيعلق في البيوت النتيجة. فالنتيجة ده جينا نحن وديناه النتيجة، قلت له يا أخي ابن ياسر ده يعني تشوف فيها المواعيد وفيها طبعا صور إريتريا وكذا. قال لي دي ما بأخذها. قال لي ليش ما بتأخذها وأنا أبوه؟ قال لي ما بأخذها لأنه قال لي يا أخي العنوان بتاع المجلة دي يقول الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة، والصورة دي الموجودة في الصفحة الأمامية قال لي ما تتماشى لا مع العدالة ولا مع الديمقراطية لأن فيها عسكر. قال لي شيلها. ده هي الثقافة بتاع الجيل اللي تربى في خارج على أن أنت دحين هذا ابني. قلت له فعلا أنا يعني هو دحين أتعلم منه، لفت انتباهي فعلا. قلت له يا أخوانا الصورة دي الجنود بتاعنا دول المنادلين رافعين ليك الكلاشوكوف وكذا. قال أسلو ما تجيب لأنه قال لي أولادي ده ما دار أوريهم الصورة دي شيلها معه. فإذن يا أخي الكريم الشباب إذا دارين نتعامل معهم لازم نقبل انتقاداتهم، ولازم نحن نعرف أن هم عندهم قضايا تختلف عن قضايانا، عن حروبنا، عن مشاكلنا. يعني بذلك أنا يعني اليوم سعيد وأشكر مجد أخونا ده كلمة أخونا ده طبعا عيد المسديف. السلام عليكم ورحمة الله. مجدي طيب عبد السلام. الحقيقة أنا سؤالي عن الغناء، وانت ذكرت انه الغناء حتكون على النايل سات. قبل 3-4 سنين حاولت المعارضة السودانية بكل جهدها ان تعمل غناء على النايل سات او على العرب سات، رفضت رفض بات ومنعت. هو من الناحية الفنية انت لما تعمل غناء تحتاج إلى تمويل، وأنتم تمويلكم ذاتي، كيف سوف تمولون غناء على النايل سات؟ وهل سوف يقبلون بأفكاركم الحرة هذه الحكومات التي تملك غناة النايل سات والعرب سات؟ وشكرا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. محمد داود. أول شيء الواحد بهني وكالتكم الموقرة في عيدها 32. فسؤالي حقيقة يعني انت بيك ذكرت انه الوكالة عندها غناء تلفزيونية وبلغات او غير العربية على اليوتيوب او على اليوتيوب. فنحن مثلا الليلة في افريقيا اخر مشكلة مثلا الاعلام كان مهتم بها لكن كان فيها تعتيم شديد، مثلا الحرب الاثيوبية. احنا والله بيشوف الاعلام ده يعني ما كان واضح لنا. هل انتو مثلا كوكالة عملتوا تغطية، حاولتوا تفسروا مثلا للعالم المشكله وين بالضبط، يعني الحاصل شنو؟ انا من هنا بقترح عليكم يعني انه انتوا كوكاله مثلا بتهتموا بالشان الافريقي او بالتحديد القرن الافريقي، يعني مثلا حرب زي دي ترى تعملوا لها مثلا سيمينار او جلسه زي دي كده، يعني وضحوا للناس يعني انه مثلا المساله دي اسبابها شنو. هل فعلا زي ما الاعلام بيقول مثلا انه في مثلا اباده في دول تانية تدخلت في مع أثيوبيا مع الحكومة الأثيوبية مثلا ضد المواطنين الأثيوبيين، تم التصفية ويعني أشياء زي دي؟ فرض الإعلام يعني يوضح لنا حاجة زي دي. وإنتوا الليلة مثلا كوكالة تهتموا بالشأن بتاع القرن الأفريقي ده، فرض يكون عندكم دور كبير جدا جدا في التغطية والتوضيح. وأنا عارف إمكانياتكم هي يعني ما بتسمح لكم أكثر من الشيء قادرين عليه، لكن برضو يعني دي مسؤولية أخلاقية في المقام الأول، يعني الناس دارت تعرف الحاصل شنو. شكرا جزيلا. بسم الله. السلام عليكم. عز الدين احمد. انا حضرت احتمال يكون ده الاحتفال الثاني او الثالث للوكاله. سؤال بسيط او اقتراح، يعني الفترات اللي فاتت القرن الافريقي او الدول بتاعت القرن الافريقي مرت بازمات ومشاكل كثيره، والوكاله زي ما انا سمعت في المرات السابقة إنه ساهمت مساهمات كبيرة في دول تانية يعني خير أفريقيا في آسيا وفي الدول العربية. اللي هي الفترة اللي فاتت حصل مشاكل كثيرة مثلا في دارفور، في شرق السودان، اللي ما كان في مناديب يعمل توثيق. يعني حاليا بتحصل مشاكل، بتحصل أحداث، الإعلام خايب تماما، الدولة خايبة تماما. هل الوكالة لو تدخلت عمل التوثيق هل حتواجهها مشاكل؟ والاختراف اللي الوكالة ما توسع
تعمل توسيع اكبر وتعمل تغطيه في كل المناطق زي ما ذكر عبد القادر، انه بلغات مختلفه وقبائل مختلفه او مناطق مختلفه، يكون من كل قبيله او كل منطقه يكون في زول متحدث بلغه معينه عشان يقدر يصل صوت الناس هناك. الناس حاليا زي ما ذكرت انه في شرق السودان او في دارفور في ناس لما تتكلم معهم باللغه العربيه ما بقدر يفهم لك الكلام كله من الاول للاخر يعني. هذا الاختلاف. شكرا لكم. اولا طبعا انا احاول يعني كلمه الاعلام والفدائيات دي اسم فضفاض كبير جدا، لكن تبسيطه برضه مهم جدا. لما بدانا نحن عشان عندنا خبراء في الماني متخصص يعني في البرمجه والبرامج حاله، وفي اريتريين طبعا ما شاء الله يعني درسوا، في اثيوبيين. فاول حاجه طبعا وده الناس ماسكاها وكانها سر يعني من اسرار خطيره جدا. اليوم اي مواطن عندك اقامه في اي بلد بتؤجر قناه اليوتيوب ب 23 دولار في الشهر. دي عشان الكباسيتي، عشان المساحه تكون اوسع. واذا عملت داونلود للبرنامج هو مجانا. يعني الليلة دي أي واحد فيكم يقعد قدام الكاميرا ويعمل له غنى، دي واحدة. ثانيا الحاجة اللي الناس يجب أن يفهموها، اليوم كنت أتكلم مع زميلنا ناصر، الجزيرة دي بكل قوتها اللي تشوفوها عندها تقريبا 13 مليون سبسكرايبرز يعني مشاركين فيها، دخلهم من اليوتيوب بيغطي كل العمال. ده كلام يعني يقول لك خطر مولت وكل كلام، أنا سمعني يعني في الأمر. الليلة دي كل وسائل الإعلام والفنانين والرياضيين قاعدين يعيشوا من دخل اليوتيوب بالنسبة للتمويل. ونحن بالمناسبة لما بدأنا قبل ما نبدأ عملنا كول يعني نداء، يعني لما قلنا يا أخواننا نحن صوتنا دي عشان يوصلكم دارين لنا دعم. دول أنا حس دي قاعد أتكلم عن إريتريين تاني ما جينا. أول يعني حوالة جتنا من الكويت، مرأة إريترية مقتدرة قالت والله نحن منتظرين كنا هذه المناسبة، يعني هي تاجرة غنية جدا، فقالت أنا حاسة عشان أجرب بس وصلونا للساتلات والتمويل اتركوها علينا. دولة يعني الآن التبرعات فيه شهريا بناس من 50 أورو إلى 3، هذا قال حتى كل المراسلين بندفع له من السبسكرايبرز من الناس المشاركين معنا. التمويل إذا لإيش الإريتريين بيدفعوا؟ لأنه نحن يعني الحروب هذه علمتنا إذا ما يعني الاعتماد بعد الله على الذات، وهذه المشكلة طبعا. الإريتريين لما كان يأخذ من السوشيال 300 مارك يا من ندال 10% قال أنا ما عندي استطاع عشان أحمل البندقية، بيدي 10% من دخل. حس أنا بدون مبالغة القرن الأفريقي اسم كبير وفضفاض، لكن التمويل هذا حس دي من الاشتراكات الشهرية من التبرعات. نحن عندنا نداء لو شفت قناة القرن الأفريقي في بستوية نقول له باللغة المحلية بليز دونيت يعني ادعم. هذا طبعا الآن الساتلايت ما نقدر لوحدنا، أنا كلامك صحيح، فوجدنا وسيلة في ناس مؤجرين بالنايل سات في الأردن 24 ساعة ما قادرين يغطوا بيأجروا الساعات، فحسا نحن حنزهر مرة في الأسبوع حسب إمكانياتنا، بتدفع مبلغ بسيط جدا. وبعدين هم ذاتوا اتصلوا بينا قال يا اخواننا انتوا نحن قاعدين نعمل باللغه العربيه، فبرامجكم ده تفيدنا عشان نوصل برضو ناسكم دولة في القرن الافريقي، وعايزين برضو يكون لهم دخل من اليوتيوب زينا. فاتفقنا معاهم على اساس يكون في تبادل، نديهم برامج يعني حس انا حازهر الاسبوع القادم حول هذا الحفله، وهم ياخذوا برامجنا باللغات الغير عربيه. فهذا طبعا الشراكات الموجوده هم بعدين ياجروا. هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني افتكر حول الأخ التغطية الضعيفة، يعني التغطية الضعيفة بالعكس يعني أنا حس دي أثيوبيا سواء كان نعم افتكر الجرائد ده حس اللي قاعدين نستعرضها تقريبا. احنا أول قضية بدأنا بها هي قضية دارفور. أنا باعتبار علاقتي في ألمانيا مع السودانيين بصفة عامة وأولاد دارفور بصفة خاصة كانوا معانا، وبعدهم يعني استشهد بعدهم رجع البلد هذه. فأول ناس يعني لفت انتباه على قضية دارفور كانت وكالة القرن الأفريقي. وأول ناس لما أنا دحين أقول لكم حادثة جدا والأخوة حيستمعوا إلى هذا الكلام، أنا مراسل الجزيرة 96 بعدنا طبعا بكم سنة تأسست، فمراسل الجزيرة في بون يعني هو زميل قلت لي يا أخي في لقاء يجمع كل المعارض السودانية في مدينة بولوتو،
فتشرفنا تأتي على أساس قال لني إيش من قضية دارفور هذه. ولما سميت له التنظيمات كل التنظيمات حزب الأمة وحركة العدل كلهم مشاركين. قال لي يا أخي المصطلحات هذه أنت قلت له تجي هنا وبعدين نحن نترجم لك. يعني ذات استغربت قلت له ده السوداني إذا ما تفهم كلامه نحن بنترجم لك. أول مرة إعلان سار عن المعارض السودانية في جريسر عاد كان بواسطة الوكالة. قبلها كمان لما أجى النظام الجديد هذا سنة 89 وهذا الحين للشهادة التاريخية نحن ما نعرف قالوا حصل انقلاب وجو ناس لأنه طبعا السوداني يختار من يشاء. فصار تعتيم في الناس اللي أجوا في السلطة. وقتها كان علي شمو وزير الإعلام لو تذكروا أيام الإنقاذ في بداياته. فنحن طبعا مع التأسيس بعد 3 شهور تأسست الوكالة وحصل يعني هناك حتى قلنا يا أخي في انقلاب حصل في السودان وما سامعين أي حاجة. قال عتموا عليهم ما في طريقة. العرب تحفزوا الأوروبيين ما دارين يجيبوا الخبر. أنا سافرت للخرطوم وقلت واتفقت مع الزميل هاشم كان مراسل للبي بي سي باللغة العربية. فقلت له علي شمو يا أخي نحن عندنا إمكانية عندنا أخونا هاشم علي مندي معانا في الأمم المتحدة هو ممكن يكسر الحجز ده. قال لي في إمكانية. فمشيت ودوني في مكتب البشير وكان الزبير الله يرحمه. فلما علي شمو قال يا أخي أخونا ده إريتري ومش عارف شافني كده قال له سبحان الذي ودع سر في أضعف مخلوقاته عشان ده قال لي ده يكسر الحجز. قال لي فبعدا أول لقاء عملته يعني علي شمو مع أخونا هاشم علي مندي من فيينا بعدها في صوت أمريكا كسرنا الحساب. طبعا نحن ما كنا عارفين البلاوي اللي حيجي ورا جماعتنا دول الله يعني حسد ذاته لو أقول الكلام ده وحتحطونا معهم في السجن. لأنه القضية الوكالة كان مبادرة كيف نقوي صوت القرن الأفريقي ما كنا عارفين يعني اللي حيحصل. الآن بالنسبة للقضية دارفور يا أخي 90% من النشاط اللي صار في أوروبا وأنا دحين ما عايز يعني أقول أكثر من كده كل المعارض السودانية بما فيهم الصادق أنا أجريت اللقاء مع الترابي مع المهدي مع كل اللي مع حزب الشيوعي كل. والآن نحن ما غيرنا خطنا. قلت له للأخ المراسل قلت له لو سجنوه خلاص يعني أنت لكن تجيب كل الأسواد حسدين الناس اللي قاعدين يعملوا مظاهرات ما قاعدين نجيبه. قلت له إيش يعملوا بعد كده إذا شافوا ده ما يمشي معهم يقفلوها خلاص. لكن نحن قلبنا مع كل المظلومين. وأنا دحين أختم كلامي وبرضو الإريتريين يعني حيلوموني في هذا الكلام. أنا ذاته أنتقد حكومتي ودي أنا كدبلوماسي طبعا يعني ما ممكن يعني تسمح لك في خطأ تقول خطأ ودارين الناس اللي بيعارضوا مش يعارضوا معارضة سلبية يعني انتقاد تقول ده خطأ تجيبه. الإريتريين دول الماشيين معانا ما قاعدين لوجه الله تعالى كده يدعمون. الصوت اللي قال من لا صوت له فتحنا المجال عشان الناس بس في حدود ما تكون معناها يعني نحن طبعا الأفارقة مرات كده لما الحرية دي زي ما لما أخذ دحين الكلام غير لما تقول شعب مكبوت 100 سنة تقول ليه بكرة ديمقراطية ده بيكسر الدنيا ذات كله. ولذلك نحن الآن في حدود المعقول وأنا الأخذة الفدائية دي اللي بيكبتوا ما في إنسان في أوروبا يقدر. أنا دحين قاعد أتكلم معاك القناة دي يعني وكالة أنباء مسجلة في الأمم المتحدة مسجلة في ألمانيا عندنا عدوية في اتحاد الصحافة النمساوية عندنا عدوية. دحين أي واحد يعني يعتدي لك بالقانون الألماني إذا خالفت القانون ما بيخلوه. لكن الحكومات دي بتتكلم بتعمل ما تقدر توقف العمل. فلذلك نحن الحجج جل عاملين الحكومات تمنع هي هناك طبعا الإرسال بتاعك ممكن يقطعوه لكن ما يقدر يمنعوه. نحن دحين ما عندنا المهاجرين سواء كان السودانيين أو إثيوبيين أو إريتريين ما في عندنا حجة عشان نعفي نفسنا من العمل الفعال وندعم أهلنا. وأنا بالمناسبة صوت هناك الإعلاميين القاعدين بيسجنوا فيهم ويعمل فيهم نحن مدافعين لهم في الوكالة. شكرا.